العراق بدأ بالتحرك نحو شروط الولايات المتحدة الأمريكية الصارمة والمرتبطة بتهريب الدولار الأمريكي من العراق إلى العديد من الدول من ضمنها إيران وسوريا، وكذلك الحديث يذهب أيضا إلى روسيا وحتى غسيل الأموال. وهذه كلها جاءت طبعا بإجراءات خطيرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومهمة في نفس الوقت. وبالتالي العراق الآن وهذا التحرك المهم هو يأتي من قبل نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين على رأس وفد مهم توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من المفترض أن نرى يوم غد شيئا من هذا الوفد واللقاءات التي سيقوم بها السيد فؤاد حسين، الذي سيصطحب معه طبعا محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي العلاق. هذا الرجل أساسا قد التقى قبل أيام قليلة براين نيلسون في تركيا، وهو طبعا يعتبر وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وكذلك الاستخبارات المالية. كان لقاء مهما للغاية في هذا اللقاء، وأثناء هذا اللقاء كانت أسعار الصرف خطيرة للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي والدينار العراقي. الدينار العراقي وصل إلى 174 و175 وحتى إلى 177، ولكن بعد هذا اللقاء تحديدا توقف تدهور الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي ووصل إلى 166 و168. وكنا يوم أمس أمام قرار عراقي مهم صادر من مجلس الوزراء العراقي. مجلس الوزراء طبعا صادق على قرار صدر من مجلس الإدارة في البنك ومن البنك المركزي العراقي، الذي وضع قرارا مهما صادق عليه طبعا. وهذا القرار أدى إلى تخفيض مسألة بيع الدينار أمام الدولار، الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي كان 1470 دينارا عراقيا أمام الدولار الواحد، تحول إلى الآن 1300 بموجب هذا القرار الذي بدأ تطبيقه طبعا اليوم، 1300 دينار مقابل الدولار ودولار واحد. وهذا ما أدى بسرعة إلى تخفيض أسعار الصرف بهذه البساطة وبهذه السهولة، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل أكبر، وبالتالي حلت الأمور بالنسبة للمواطن. ولكن نحن نتحدث هنا عن قرار عراقي وعن إجراءات عراقية، بمعنى آخر بأن الإجراءات الأمريكية لا زالت مستمرة، وهذا ما يجعل الزيارة التي يقوم بها والتي يترأسها السيد فؤاد حسين هي زيارة مهمة ومحورية وفيها بعض التحديات، ومطلوب منها طبعا النجاح بشكل واضح. هذه التفاصيل كلها نشرت اليوم بهذه الطريقة على العربية جديد من مصدر مسؤول من رئاسة الوزراء العراقية، هو الذي وضع تصريحات للعربية جديد، وهذه التصريحات طبعا جاءت من هذا المصدر من دون ذكر الاسم الذي ذكره بأن هنالك العديد من الملفات التي سيعمل هذا الوفد عليها في الولايات المتحدة الأمريكية. واحدة من الملفات المهمة هي المرتبطة بعلاقات العراق مع روسيا وكذلك مع إيران، وهي المرتبطة أساسا بفواتير مطلوبة من العراق أن يدفعها. لا زالت هنالك فواتير في حقيقة الأمر مطلوبة من العراق على مستوى مثلا الشركات النفطية الروسية الموجودة في العراق، استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار. ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قبل أيام قليلة موجودا في العراق وتحدث عن هذه المسألة. العراق لديه مشكلة بأنه إذا دفع هذه الفواتير فقد تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر بأنه يعاون روسيا، لأن هنالك حرب طبعا بين روسيا وبين أوكرانيا، وهنالك عقوبات من الولايات المتحدة على روسيا، وأي دخول بأي شراكات أي أموال أي دولار أمريكي إن حاولت الدخول بها مع روسيا فستعاقب مباشرة. وبالتالي العراق بحاجة إلى إيجاد نوع من الحلحلة في هذه المسألة بحسب هذه التفاصيل التي نشرت طبعا. وأيضا في مسألة الغاز الطبيعي مع إيران، فالعراق لا زال يشتري الغاز الطبيعي من إيران من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وأن هنالك فواتيرا على هذه المسألة، والعراق بحاجة أيضا لدفع هذه الفواتير. وبالتالي وخاصة أن العراق ليس جزءا من هذه الحرب، هو ليس في صراع مع أحد، هو صديق للجميع ويمسك العصا من الوسط. وبالتالي من الإنصاف، وهذا ما يراه العراق، بأن هذه الصفقات أساسا قد تمت قبل الحرب الروسية الأوكرانية وقبل التجديد في العقوبات على أي من البلدين، وبالتالي من حق العراق أن يسأل بهذه المسألة وأن يطلب بعض الحلحلة في هذه القضية. وبالتالي هذه واحدة من الملفات المهمة التي سنرى ما الذي ممكن أن يحققه العراق في هذا الصدد. الأمر الأهم بأن العراق هو بحسب التفاصيل التي صدر
صدر طبعا من هذا المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء العراقية للعربية جديد كما نشرت اليوم طبعا، بأن العراق سيذهب وسيطلب نوع من التأجيل لإجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي المرتبطة بالدولار الأمريكي تحديدا تجاه البنك المركزي العراقي، وخاصة فيما هو مرتبط في المنصة الإلكترونية التي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية مرة واحدة على البنك المركزي العراقي. وطبعا عند تطبيقها وجدوا، وبحسب معلومات أيضا يمتلكونها ومعلومات خطيرة للغاية نشرت في العديد من المصادر وغيرها، بأن هنالك مسألة تهريب خطيرة للغاية تأتي من داخل العراق إلى إيران، وكذلك تأتي أيضا إلى سوريا، وبعضها يذهب إلى حزب الله، وكان حديث بأن هنالك أيضا دولارا يذهب إلى تركيا بعض الشركات الروسية، ويصل هذا الدولار الأمريكي إلى هناك. وبالتالي وجدوا أن هنالك مشكلة مع العراق ومع تطبيق هذه المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي. طبعا الكثير من المعاملات توقفت، الكثير من الدولار توقف، وهذا ما أدى إلى رفع سعر صرف الدولار. بالتالي العراق الآن بحسب هذه التفاصيل سيحاول من عملية الطلب من البنك الفيدرالي الأمريكي بأن تكون هنالك نوع من التأجيل لهذه الإجراءات، تأجيل تطبيق المنصة الإلكترونية وتطبيقها تدريجيا شيئا فشيئا، حتى يعتاد التاجر العراقي أو الشركات العراقية التي تعمل طبعا في العراق على هذه المسألة. ولكن أيضا في نفس الوقت التفاصيل التي نشرت عن هذا الموضوع في العربية الجديدة اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة في هذا الصدد، أنها تريد تطبيق المنصة الإلكترونية لأنها ستوقف مسألة التهريب نهائيا، سيرون كل دولار يذهب يمينا وشمالا، وبأن التاجر العراقي أو حتى الشركة العراقية عندما تقوم بنوع من الدفعات لعدد من التجار أو الشركات وغيرها ستكون المعلومات واضحة للغاية للمتلقي، أين تذهب، ما هو النشاط، ما الذي يعمله. وعلى هذا الأساس حتى الدولار لن يذهب كاش أو نقدي إلى التاجر، التاجر لن يتمكن من الحصول على النقد الدولاري من البنك على سبيل المثال. البنك المركزي العراقي سيدفع مباشرة الدولار إلى الطرف الذي يريد منه هذا التاجر شراء السلعة المعينة التي يبحث عنها، وبالتالي سيكون هنالك ضبط للدولار. وفعلا المنصة الإلكترونية ستكون مفيدة إذا ما تمكن الوفد العراقي من الوصول إلى طريق مع الولايات المتحدة الأمريكية بتعاون أكبر، بتواصل أكبر، ستضبط مسألة تهريب الدولار إن كانت لإيران أو غيرها، ويتخلص العراق من كل الضغوط التي يتعرض لها. هنالك مسألة مهمة جدا يجب أن ينتبه لها الجميع، ألا وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية ضاغطة بشكل كبير على إيران. واحدة من الأسباب المهمة التي يضغطون عليها هي بسبب انخراطها في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مستمر، بسبب تخصيبها لليورانيوم العالي بنسبة 60% واقترابها بشكل خطير من التخصيب على مستويات الوصول للقنبلة النووية، وأيضا أن الاتفاق النووي نوعا ما في مشكلة حقيقية، والبعض يعتبره بأنه انتهى، وبالتالي لم تعد هنالك أي طرق للوصول والعودة للاتفاقية النووية. وعلى هذا الأساس الأوساط الأمريكية الآن ومنذ يوم أمس في 24 ساعة الماضية بدأوا يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عليك فعل شيء، والضغط على إيران لأن لا دبلوماسية نهائيا، وأن هنالك تظاهرات وإيران تقمع هذه التظاهرات وتقوم بالعديد من الإعدامات ضد المواطنين الإيرانيين، مثلا على سبيل المثال جيسون بروتسكي وكذلك مارك دي والاس. جيسون بروتسكي أحد أهم الشخصيات والخبراء على المستوى والقضية والملف الإيراني، ومارك دي والاس أيضا هو يعتبر دبلوماسي سابق على ظهر الأمريكية، طلبوا من الإدارة الأمريكية بأن عليكم أن تفعلوا شيئا بهذا الصدد، عليك يا بايدن أن تضغط على أوروبا لكي تقوم أوروبا أساسا والاتحاد الأوروبي بجعل الحرس الثوري الإيراني وإدراجه ضمن قوائم الإرهاب، لأن الأوروبيين تحدثوا عن هذه المسألة وتراجعوا، وأن الأمور قد توقفت فعلا مع إيران في هذا الصدد. كذلك عندما ترى شخصيات مثل التي ترونها هنا الجمهوري بات فالين وكذلك مايكل ماكوفسكي على رول كول، أيضا يوم أمس كانوا قد تحدثوا عن هذه المسألة وطالبوا من بايدن أن يغير استراتيجيته تجاه إيران، وبأن عليه أن يستغل مسألة التظاهرات وأن يضغط في مسألة حقوق الإنسان التي تعتبر مسألة مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية وبشكل خاص الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي طبعا هو يهتم في
مسألة حقوق الإنسان كثيرا، ولكن رغم كل هذه الضغوط التي نتحدث عنها في مسألة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، الجميع يضغط على إيران، ولكن إيران تتحدى ومستوى التحدي عالي للغاية. فيوم أمس على سبيل المثال كان هنالك استعراضا لإحدى القواعد الإيرانية المهمة التي أعلنوا عنها وقالوا وأطلقوا عليها عقاب 44، وطبعا هذه القاعدة هي تحت الأرض، ونشروا صورا ونشروا حقيقة هذه اللقطات التي ترونها التي توضح بأنها واحدة من أولى القواعد الخاصة بإيران التي تتحمل وتستوعب الطائرات المقاتلة، هي تستوعب كذلك الطائرات المسيرة. التصريحات القادمة من هذه القاعدة تحديدا فيها تحدي كبير لأي تهديد ممكن أن يكون قادما ضد إيران على المفاعلات النووية، وحتى تحدي فيها إسرائيل، خاصة وأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعمل في حقيقة الأمر على مسألة التدريبات وغيرها من أجل طبعا توجيه ضربة ضد المفاعلات النووية في حال أن هذه المفاعلات النووية لسبب ما وبأن إيران بدأت تخصب اليورانيوم بمستوى خطير للغاية، مثلا 90% ووصلوا إلى هذه النقطة الخطيرة. وطبعا التصريحات الإيرانية كانت قادمة من شخصيات مهمة مثل هذا الرجل الذي ترونه، وهو الجنرال محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قال الآتي للتلفزيون الإيراني بشكل رسمي، وكما وثقته أيضا وكالة إيرنا الإيرانية، قال الآتي: أي هجوم على إيران من أعدائنا بما في ذلك إسرائيل سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة بما فيها عقاب 44. وأيضا هنالك مسألة مثيرة لهذه القاعدة التي تبدو سرية بالنسبة لإيران، لم يكشفوا عن موقعها نهائيا غير الصور طبعا التي رأيناها وعرضناها لكم. هنالك مسألة مهمة بالنسبة للإيرانيين، كان هنالك كلاما كبيرا خلال العام الماضي وخلال الشهر الماضي نشر على بلومبرغ بأن إيران على وشك أن تتلقى طائرات مهمة للغاية وهي السوخوي 35 الروسية، وهذا يعني وأن تلقي طبعا هذه الطائرات سيكون في مارس أي الشهر القادم. ومع إعلان والإعلان عن هذه القاعدة التي عرضناها لكم، قد تكون هذه القاعدة نقطة آمنة لطائرات السوخوي 35 إن وصلت إليها. أين هي هذه القاعدة؟ هي مسألة مهمة للغاية يجب أن ننظر إليها. واحدة من أهم اللقطات التي جاءت هي هذه اللقطة التي نوعا ما قد تعطي فرصة لفهم أين تأتي هذه القاعدة. طبعا واضح بأنهم يلقون التحية، ألقوا التحية على الطائرة وبعدها الطائرات حلقت بهذا الشكل. عند إلقاء التحية هي توضح لك بأننا أمام نفق، هنالك صورة واضحة أخرى بهذا الشكل لهذه القيادات ولمن كانوا يطلقون أو يلقون النظر على هذه القاعدة وافتتاحها، وسنلاحظ من الطائرة بأننا أمام نفق طبعا، وهنالك جبل واضح جدا تقترب ونقترب من هذه الطائرة، نحن أمام مرتفع أمام جبل خلف هذه الطائرة. صورة أخرى لنفس هذا الموقع تماما معاكس، ستلاحظ بأن المدرج واضح هنا في الخلف، عندما تقترب من هذه الصورة واضح أن المدرج يأتي في هذه النقطة، وبالتالي نحن أمام مرتفع أمام نفق جبل خلف هذه الطائرات، وبعدها يأتي المدرج من هذه الصور. وأيضا كانت هنالك صور أخرى توضح أن الطائرات بعض اللقطات طائرات تدخل إلى داخل جبل كبير كبير للغاية طبعا، وهذه لقطة أخرى للطائرات وهي تدخل إلى مدخل واحد، وعادة هذه الانعطافة وعندما يحفرون في داخل الجبال في إيران معروف بأن هنالك مدخلين لهذا الجبل مثل هذا الشكل الذي هو قادم من قاعدة كرمانشاه الصاروخية، عادة تبدو بهذا الشكل مسألة المداخل، ومن الانعطافة هنا قد نكون أمام نفس هذا الموقع. مع الأخذ هذه العلامات التي تحدثنا عنها، فإن هنالك نقطة واحدة فقط هي التي تتطابق مع ما جرى. كان هنالك غموضا حول هذه القاعدة وحول البناء الذي جاء في الداخل الإيراني، وطبعا هذه النقطة هي تأتي بهذا الاتجاه، هنا مضيق هرمز الذي ترونه، وهنا تقريبا بندر عباس التي ترونها هنا، وبالتالي النقطة التي نريد هنا أن نتحدث عنها هي تبعد تقريبا بهذا الاتجاه 121 كيلومترا تقريبا في هذا الجبل تحديدا. كانت هنالك نوع من الأنشطة، نوع من الحفر الذي يأتي في هذه المنطقة، دعونا نقترب منها قليلا، سنلاحظ بأننا سنتجه الآن بسرعة إلى هذا الجبل. و لم يكن هنالك حقيقة في السنوات الماضية منذ عام 2019، الصور منذ عام 2019، إذا ما تتجه إلى الجبل ستلاحظ بأنك ليس هنالك أي عمل كبير يأتي، أي حفريات، أي تواجد عسكري، أي تواجد مدني على سبيل المثال.
المثال، ولكن عندما نقفز قفزة بسيطة هنا قليلا سنلاحظ أن هنالك نوع من العمل على ما يبدو يأتي هنا، خاصة إذا ما اقتربنا من هذه النقطة. وكما تحدثنا الصورة من عام 2019 أي أنها نوعا ما قديمة. هذه الصورة لنتجه قليلا إلى اليمين مع ظهور هذه العمليات وهذه العمليات الحفرية، ستلاحظ بأنك أمام مدخلين هنا ومدخلين هنا. هذه مداخل مهمة جدا جاءت تحت جبل، لا أحد يعرف ما الذي يجري وما الذي تخبئه إيران أساسا في هذه المنطقة تحديدا. هذه المداخل الأخرى، نحن أمام أربع مداخل، وبالتالي إذا ما أخذنا صورة واضحة قليلا وتوقفنا هنا لكي نحاول أن نجد هل أننا فعلا أمام هذه المنطقة، هل هي قد تكون نفس المنطقة ونفس القاعدة. نحن أمام واضح جبل وفيه المداخل التي تحدثنا عنها، وهنالك مرتفع آخر هنا وهنا مرتفع آخر ومساحة فارغة طبعا. وبالتالي هنالك من المداخل الأربعة التي تحدثنا عنها من هذه المدخلين الثالث والرابع، ستلاحظ بأن هنالك نوع من الحفر، وهذا هو ما أثار الجدل تجاه هذا الجبل. هنالك نوع من الحفر، هنالك نوع من الطريق، وبالتالي إذا ما حاولنا أن نقترب من هذا الطريق لم يكن واضحا لكم، لنقترب قليلا من هذه المنطقة ومن هذا المرتفع، ستلاحظ بأنك فعلا أمام طريق نوعا ما وكأنه يشق هذه المنطقة بهذا الشكل. وبالتالي وعلى هذا الأساس أيضا تمت ملاحظة، واحدة من الملاحظات على هذا الموقع، بأن في عام 2021 منتصف 2021 تم ملاحظة مع كل هذه الحفريات أن هنالك مدرج للطائرات بدأت عملية البناء الخاصة بهذا المدرج تحديدا. وفعلا من صورة محدثة نشرت اليوم لهذه المنطقة ستلاحظ بأننا أمام نفس المنطقة، هذا هو الجبل والجبل الثاني وهذا هو الجبل الثالث الذي هو طبعا يعتبر النقطة المخترقة لهذه المنطقة أو النفق الذي تحدثنا عنه، وهذا هو المدرج الذي تراه. ومن الصورة كما حددناها لكم الآن لو اقتربنا قليلا من هذه المنطقة ستلاحظ أن هنالك فعلا نفقا، وأنت كما تلاحظ هنا من هذه الصورة كما حيوا هذه الطائرة قبل أن تنطلق طبعا جبل خلفها، وأيضا هذه اللقطة الأخرى أن هنالك مدرجا آخرا، هي توضح فعلا بأن عملية التوقف وعملية التحية لهذه الطائرة عندما تقترب من هذه النقطة التي بدأت الآن توضح لنا الصورة بالتفافة مرة أخرى بسيطة. الآن سنلاحظ بأن الموقف ونوع المصور، وإن كنا نحن من يصور هذا الموقع فإن التصوير كان يأتي بهذا الاتجاه وأن الطائرات كانت قادمة من هذا الاتجاه. مسألة مهمة أخرى حول المداخل الخاصة بهذا الموقع، إذا ما كبرنا الصورة طبعا نحن نتحدث مدخل أول مدخل ثاني ومدخل ثالث ومدخل رابع، هنالك ملاحظة عن هذين المدخلين تحديدا، هذه المداخل الثالث والرابع تحديدا من هذه الصورة الموضحة، هذه المدخلين الأول والثاني وهنا الثالث والرابع نفس اللقطة التي رأيناها. بالاقتراب قليلا ستلاحظ أن هذه المداخل نوعا ما الطرق ليست جاهزة لعملية الطائرات وانطلاقها، ولكنها تبدو أكثر جهوزية هنا على ما يبدو، وهذا ما قد يفسر أن اللقطة التي جاءت من هذه الطائرات تحديدا التي رأيناها وبأن هنالك انعطافة ومدخلين تبدو بأنها كانت تسير في هذا الموقع الذي ترونه طبعا. دعونا نحاول أن نقترب من هذه اللقطة، وتبدو بأن الأمور الآن مفسرة قليلا في عملية تحرك هذه الطائرات خاصة مع هذا المدخل، إن هذه هي كانت الساحة عملية الدوران للطائرات ودخولها. بشكل عام هذه العلامات نوعا ما تتطابق مع كل شيء تحدثنا عنه الآن مع الطائرات التي ظهرت وهذا الاستعراض، وهذا يعني بأن هذه القاعدة السرية في ظل هذه العلامات هي موجودة تحت هذا الجبل، وأن هذا هو المدرج الخاص بهذه الطائرة، وهذه القاعدة مرة أخرى هي موجودة في نقطة حساسة ونقطة مهمة للغاية عقاب 44. القاعدة موجودة كما تحدثنا بالقرب من بندر عباس من الخليج العربي، وهذه طبعا تعتبر نقطة تحدي كبيرة جدا في ظل إصرار إيراني في الانخراط في الحرب الروسية الأوكرانية مع تعاون صيني أساسا مع الروس. هنالك محور كامل يعمل على قضية هذه الحرب التي نتحدث عنها طبعا، وبالتالي التحدي كبير والعراق لابد أن ينتبه لكثير من هذه التفاصيل.